أعلن حزب مستقبل وطن تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ذكر بيان الحزب أن قراره جاء انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على أرض الواقع وعلى مدار عشر سنوات في جميع قطاعات الدولة والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وفي تحديات عظيمة لم تتعرض لها الدوله المصريه في تاريخها المعاصر وان الدوله نجحت تحت قياده الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحه والشرطه الباسله في القضاء على الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار جنبا الى جنب مع تعزيز مسار التنميه الشامله أضاف بيان الحزب أن قراره جاء استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي. ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي واذ تمضي الدوله المصريه بخطى ثابته نحو اتمام احد اهم الاستحقاقات الدستوريه المتعلقه باتمام الانتخابات الرئاسيه القادمه لذا وانطلاقا من مسؤوليه الحزب السياسيه فانه يؤيد ويدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسيه القادمه لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصله مسيره العطاء